بمبادرة من محافظة الغابات والفيدرالية الولائية للصيادين بالأغواط وبالتنسيق مع العديد من الجمعيات الناشطة في مجال الصيد البري، تم تنظيم حملة لإطلاق طرائد من الطيور البرية بها أكثر من 100 طير من نوع التدرج، وهذا إحياء للثروة الحيوانية بمنطقة الجلالة الغربية، وهذا اجتهادا من قدماء الصيادين المولوعين بالصيد. وبالمناسبة أشاد رؤساء جمعيات الصيد البري ورئيس الفيدرالية الولائية للصيد السلطات العليا والسلطات الولائية للإسراع في منحهم الرخص الخاصة بالصيد. تقرير محمد بودرينا. ثلاثة، الله أكبر. قولوا واحد اثنين ثلاثة، زيد من ثلاثة، من ثلاثة. هاي حبيبي، حطوا السماء قدم في الوسط، اخذ الفوق، انت ما يهمكش. نحن في الجلالة الغربي سنقوم بعملية الإطلاق تحت إشراف السيدرة الفيدرالية وكل جمعيات الصيادين لولاية الأغواط، والعدد نتاعهم 1000، المتكونين 600، والعمل عدد الطيور هي 400، سنوزعها على 4 مناطق. كذلك نطلب من كل المواطنين والجمعيات أن يحافظوا على هذا النبات وعلى هذه الحيوانات التي ستكون فائدة للتكاثر وفائدة للصيادين، وتعتبر رياضة للصيادين، وخاصة أن هذه المنطقة غنية بالحيوانات. وبعد الإحصاء اللي كنا فيه عندنا أكثر من 100 حجلة مبيضة لهنا متكاثرة زائد في ربعة، يعني لقدر نقوله 400 حجرة إن شاء الله في القريب الجديد من الناحية الطبيعية. شكرا. صياد وين يتنزه على الأقل يلقى الثروة الحيوانية. في الأخير اللي نقولها نشكر اللي خلونا هذه المنطقة اللي حافظوا على البيئة والتنمية هذه، لكن احنا بالنسبة للمنطقة نتاعنا الله أعلم نحتاجوا الحماية. بالنسبه للمنطقه اللي انا فيها نحتاج الحمايه، لاننا حاجه الا تحموني وتعطوني ان بارول دونور تحمون تولي فيكتافي سيدي براكونير انا نجيو.